بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ها نحن نستقبل نسائم شهر الخير، شهر القرآن. ها هو شهر رمضان يهل علينا بنفحاته وبركاته. ها نحن نودع شهر شعبان حيث ترفع الأعمال إلى رب العباد لنبدأ أعمالنا من جديد. ها هو الزمان يدور دورته لنبدأ أعمالا جديدة. فانظر يا أخي المسلم، لقد أحياك الله وأمات غيرك، وقد أصحك الله وأمرض غيرك، وقد أغناك الله وأفقر غيرك. فانظر يا أخي، ما يراد منك في هذه الحياة؟ ولما أبقاك الله إلى هذا الزمان لتشهد شهر رمضان، لتقوم بدورك في هذه الحياة، ولتستنفر كل القوى لرفعة هذه الأمة التي أراد الله لها أن ترتفع فوق الأمم كلها، وجعلها خير أمة أخرجت للناس. جعل هذه الخيرية مشروطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. إخوة الإسلام، هيا بنا نشمر عن سواعد الجد والاجتهاد لنعمل عملا صالحا، ولا نشرك بعبادة ربنا أحدا. إخوة الإسلام، نحييكم من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة، وننقل لكم لقاء الفجر الذي نستهله بهذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من الآية العاشرة من سورة إبراهيم، يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تصدون عما
لمن
وبرزوا
كتاب مكنون
لا يمسه إلا المطهرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هكذا إخوة الإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة